ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لا حديث بين ساكنة مدينة الدار البيضاء هذه الأيام إلا عن الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف مساء كل يوم، حيث تنبعث ليلا وتتسلل إلى داخل المنازل رغم إغلاق النوافذ والأبواب، وفق شهادات العديد من المواطنين المتضررين. ولا يقتصر الأمر على حي بعينه، بل ينتشر بأحياء كثيرة مثل سيدي البرنوصي وسيدي مومن والحي المحمدي وعين السبع ولا جيروند وسط المدينة وغيرها، حيث يشكو المواطنون من تفاقم هذه الظاهرة المبهمة كلما حل الظلام. وفي هذا الصدد أصر مصدر من داخل مجلس المدينة أن المسؤولين المحليين على اطلاع على شكاوى المواطنين في هذا الصدد، وتم تشكيل لجنة للبحث والتقصي من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تتسبب في انبعاث هذه الرائحة.